كثير من الناس يتوهم أن العقائد معناها الأمر الصادق بالكلية المقطعي الذي ليس فيه اجتهاد ولا غلط، وكله يجب على الجميع أن يدخل فيه فيجعل العقيدة كخرم إبرة لا بد أن يدخل منه الجميع. هذا غير صحيح. العقيدة علم من العلوم مثل الفقه ومثل النحو ومثل التصوف مثل التصريف، فيه صواب وفيه خطأ، فيه أصول وفيه فروع، فيه اجتهادات، فيه مسائل. من ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله ومات على ذلك هو مؤمن من أهل الجنة. يشترط له فقط أن يؤمن بستة أمور، وهي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إجمالا، وأن يفعل خمسة أمور، هي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. من فعل ذلك كان من أهل الجنة.